لا تحزن إن الله معنا، يقولها كل من يتيقن رعاية الله وولايته ولطفه ونصره، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كفايته تكفيك وولايته تحميك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكل من سلك هذه الجادة حصل على هذا الفوز. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما سواه ميت غير حي، زائل غير باق، ذليل وليس بعزيز. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معيته الخاصة لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييد والولاية بحسب تقواهم وجهادهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، علوا في العبودية والمكانة. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا عهد لن يخلف ووعد لن يتأخر. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تحزن، وقدر أنك لا تعيش إلا يوما واحدا فحسب، فلماذا تحزن في هذا اليوم وتغضب وتثور؟